هاي لزامي، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. جيسبر تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي كيف ما شفتوا في العنوان، الفيديو ديال اليوم غادي يكون كيسيون ريبونس. شحال هادي ما درت لكم كيسيون ريبونس، دخلوا عندي بزاف ديال الناس جداد، ولينا 144 الف فولورز في يوتيوب، وبزاف ديال الناس اللي كيعرفونيش مزيان كيتفرجوا غير في الفيديو ديالي. قلت علاش لا ما نديرش لكم هاد لا فيديو باش تعرفوا عليا اكثر ونقربكم مني اكثر، حيت في الفيديو الاخرين ديالي كيوصلوني بزاف ديال الاسئله، وقلت ضروري ندير لكم هاد الفيديو باش نعرفكم عليا اكثر. عاد قصة عصبتني، خاصني نلقى لها شي حل. خلي جاوب نشكر عليا جماعه في الصراحه، خاصني نلقى لها شي حل، حيت انا ما كنحملش انا اصلا عندي جبهه صغيره وضرقها ليا. صبروا صبروا. المهم لازم ندخل لكم في الموضوع. البارح حطيت لكم واحد الكيسيونير في انستغرام، قلت لكم سولوني اسئله اللي بغيتو غادي نجاوب عليهم في يوتيوب. جاوني بزاف 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 ديال الاسئله، فريمون بزاف. اختارت منهم شي اسئله اللي الصراحه عجبوني وجداد، وهما اللي غتعرفوا عليا زعما منهم كثر، فهمتوني؟ غادي ندير لكم دوك الاسئله اللي كيبقاو تعاودوا بزاف، اصلا غادي نعرفكم على راسي باش نيفيتو دوك الاسئله. بالكم كتعرفوا بلي سميتي سلمى فاضل، عندي 20 عام، لو 20 اكتوبر ان شاء الله غادي نكمل 21 عام. المستوى الدراسي ديالي كنت شديت الباك في 2020، العام الاول مورا الباك كنت درت لافاك، كنت درت بيسي، من بعد قريت فيها وجاتني صعيبه الصراحه، كنت كيحسب لي بحال داكشي اللي غادي نكون كنقرا في الباك، ما قدرتش نكمل فيها، جاتني صعيبه 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 بزاف. العام الثاني درت ايكونومي، خرجت من بيسي بحال ضاع ليا عام. العام الثاني درت ايكونومي في لافاك، فاليديت العام الاول. العام الثاني وقع واحد المشكل، انا غادي زعما باش نتقيد في العام الثاني، وقع واحد المشكل وقالوا بلي خاصنا نعاودوا العام، حيت لي نوط ديالنا ما تافيشاوش في السيت، وحنا كنا فاليدين لي نوط ديالنا ما تافيشاوش في السيت، قالوا بلي خاصنا نعاودوا العام. انا ما يمكنش نعاود العام حيت ديجا كنضيع ليا واحد العام، وما تقبلتش الامر، وديجا ما عجبتنيش القرايه في لافاك الصراحه. صافي من موراها خرجت من لافاك لي زامي، ما بغيتش العام يضيع ليا، مشيت دفعت واحد ليكول هي ايكول بريفي سميتها ايزي، راه كاينه حدا لافاك ديال ستيليست، كنت بغيت نقرا فيها ولكن لقيتهم بداو القرايه ما قدرتش نقرا فيها، قالوا لي حتى العام الجاي باش ما نضيعش العام. قريت لونغلي في بريتيش، وقريت ماركتينغ ديجيتال، درت غير فورماسيون في الماركتينغ ديجيتال ديال 6 شهور، وخديت الدبلوم ديالي، ودابا صراحه ما كندير والو، معوله ان شاء الله من العام الجاي نعاود نقرا شي حاجه اخرى. وصافي هادو هما الاسئله اللي بقاو كيتعاودوا بزاف، وبالنسبه للاصل ديالي حتى هو بقى كيتعاود بزاف، ريفيات الاصل، ولكن كنقول انا باللي كازاويه، حيت الصراحه بالنسبه لي الاصل ديال الانسان هو البلاصه اللي كبر فيها والبلاصه اللي ترعرع فيها. وانا بنت كازا، نهار حليت عيني في كازا وكبرت في كازا، كازاويه بيور. ودابا لازم غادي ندوز الاسئله اللي كاين هنايا، جبت تليفون ماما حيت هو اللي لحت فيه الاسئله. هادو الاسئله القاصحه، غادي ندير لكم باول سؤال. بلاتي بلاتي بلاتي، شوفوا انا اقسم بالله ما غادي نكذب لكم في هذه الاسئله، حيت ما تنبغيش نكذب عليكم اصلا، عمرني ما كذبت عليكم في شي حاجه. بلاتي نهار التليفون كنعرفش ليه. اول سؤال، بشحال شريتي المرسيدس مؤخرا؟ في الستوري ديالي في انستغرام كنت ديما كنسوق واحد المرسيدس، وبزاف الناس كيحسب ليهم ديالي الوغ هي ماشي ديالي لي زامي، غير ديال صاحبتي كانت كتعطيني نسوقها مره صافي. ان شاء الله كنحماق على ديك الطوموبيل، ان شاء الله نشريها شي نهار، من الاحلام ديالي ان شاء الله نشريها وصافي. اما هي ماشي ديالي على زعمي، بشحال شريتيها؟ كرهتش. السؤال الثاني، واش كتفكري تمشي لبرا؟ صراحه كنفكر نمشي ندور ونرجع باش نستقر في شي بلاصه من غير المغرب، ما كنفكرش نهائيا نستقر في شي بلاصه من غير المغرب، حيت انا واخا كيعجبني المغرب ولكن نموت عليه والله، فراسكم كنخرج غير من كازا، انت نحسب الخرقه كنبغي نرجع لكازا. اما بزعما نسافر نفوج ندور نتسارى، ما كرهتش الصراحه، ان شاء الله غادي نخرج وغنفوج وغنتسارى وغنديكم معايا وغنصور لكم لي فلوغ، ولكن باش نستقر في بلاصه من غير المغرب لا. علاش ما مشيتيش عند خوله الكلينيك واخا مخاصمين راه المرض هذا؟ هاد السؤال شحال بقى كيتعاود بزاف، انا نجاوبكم عليه بصراحه. لازم انا وخوله صاحبتي ما جمعناش يوتيوب، ما جمعيناش لي ريزو سوسيو. انا نهار الاول فاش تعرفت على خوله ما كانش عندنا يوتيوب، ما كانش عندنا هادشي ديال بقاش عندنا حتى تليفونات، كنا صحابات ديال بصح بلا تليفون بلا والو، بالقلب صافي وبالقلب زوين. وكان وقع بيني انا وخوله واحد المشكل صراحه، ما كانش كيحسب لي بلي شنو غنعاود نرجعوا صحابات صراحه، انا كنكون صريحه معكم، كانش كيحسب لي. ولكن صافي الانسان اون فوا كيتفكر نهار الاول فاش ديك البنت كانت صاحبتي وكانت عزيزه عليا، وصراحه براسي ديال خوله عمر ما تحركت من قلبي، واخا ديما كنبقى نقنع راسي بشي هضره اللي ما كايناش، ولكن القلب زعما داكشي كيف القلب ما كيتبدلش، فهمتوني؟ وعلاش مشيت عند خوله الكلينيك؟ ماشي كلشي كتصور لي زامي، وداكشي انا بالنسبه ليا ما كيتصورش، حيت كان خاصني نتصالح مع صاحبتي، واخا كنا مخاصمين كنوقع بيناتنا واحد المشكل، كان خاصني نتصالح معاه بقلبي
فهمتوا بقلبي ماشي نمشي نهز التليفون نقول لكم انصح مع خوله كان خاصني فهمتوا كان بغيت نمشي نتصالح مع ديك البنت اللي تلاقيت بها اول مره واللي شفتها اول مره وحنا ما عندناش هذا الشيء خليت كلشي ومشيت صافي زعما داك الشيء ما كيتصورش وخوله راه صاحبتي وخوله القلب الابيض كيف ما انا القلب الابيض انتم راكم عارفين سمحي لي ماما كتغوت كنت خاص ممكن تناقلوا كيطراو مشاكل كتدخلوا ناس كيخرجوا ناس ولكن القلوب راه كيفاش كيقولوا القلب ثابت ما عرفتش شنو هذيك الكلمه اللي كيقولوا ما عرفتش نايا القلوب صافي ما نجيش بعضياتنا ورا المعزه واخا كنبقى كنقول الصراحه هضره ما خاصهاش تتقال انا لا هي ولكن داكشي اللي في القلب راه ما كيتبدلش لي زاني راه مستحيل يبدلو شي واحد صافي راه المعزه في القلب صافي هادشي اللي كاين خوله راه صاحبتي وعزيزه عليا وانا ديما كنقول لكم هي راه بحال اختي انا عمرني ما كنت معتبرها صاحبتي راه كنت معتبرها بحال وحده من خواتاتي السؤال اللي موراه منين كتجيبي الفلوس منين كنجيب الفلوس على زامي انا خدامه ديجا عندي شين في يوتيوب يوتيوب كنتخلصو منه كندير لي بوبليسيتي كنتخلص منهم عندي والدي هي عندي خويا عندي امي عندي با كيدوروا معايا مره فاش تحنسر وصافي ملي كنجيب الفلوس على زامي واش عندك علاقه حب ما عندنا علاقه حب لا والو لا زامي ما عندي حتى شي علاقه انا ديال راسي وصافي هادشي اللي كاين ما بغيت ندخل حتى شي علاقه انا كيعجبني نبقى ديال راسي شنو اكثر حاجه كتكرهيها في بنادم اكثر حاجه كنكرهها في بنادم هو بنادم المسموم بنادم المسموم كنكرهه نقول لكم واحد الحاجه ما عنديش مشكل يكون انسان منافق حيت انا بالنسبه لي انسان منافق كنافق راسو ما كنافقليش انا ما عنديش مشكل يكون انسان كذاب كيكذب على راسو فهمتوا وانسان كذاب غادي نيفيتي ما عندي ما ندير به كيما ماشي كنكرهه غادي نيفيتي وصافي مابقاش في حياتي ولكن الانسان المسموم نري اوف الله ينجيكم من المسام صافي بلا ما بقى داوي حيت كنكره دوك النوع بزاف نقدر نعيرهم السموم يموتوا بيه بلاتي كتفضلي تخرجي بوحدك ولا مع صحابك هو صراحه لازم شي مرات كنفضل نخرج بوحدي شي مرات كيعجبني نخرج بوحدي شي مرات كيطلع لي بنادم في راسي صافي كنبغي نخرج بوحدي كنبغي ندير الزيكوتور في ودنيا ونمشي لشي بلاصه بوحدي وشحال من مره كنخرج بوحدي واحد المره مشيت للسينما بوحدي واحد المره مشيت للبارك بوحدي ولعبت بوحدي مشيت للسينما وتفرجت بوحدي انا زعما فاش كنبغي ندير شي اكتيفيتي اما بالنسبه ليا ديما كندير الزيكوتور في ودنيا وكنخرج كنمشي ناكل وكنمشي حدا البحر كنبقى نصنت للشابه ورده ما سمعش الحزن تبقاش تنط الشابه ورده كنبقى فرحانه ومع صحابي كيعجبني نخرج مع صحابي كيعجبني نخرج مع صحابي اللي فريمون عزاز عليا فهمتي كيعجبني نخرج مع صحابي اللي ما كاينش مصلحه بين بعضياتنا اللي كنخرجوا كنضحكوا فهمتوا صحابي ديال بصح صحابي اللي كنخرج مع شي صحابي اللي عمركم ما شفتوهم معايا كيعجبني نخرج معاهم كنخلقوا جو زوين حتى شي واحد ما باغي من شي واحد شي حاجه كلشي باغي غير يضحك كلشي باغي يخلق واحد الجو زوين هذا هو النوع اللي كيعجبني نخرج معاه اما دوك الناس اللي فيهم العياقه ودوك الناس اللي باغيين غير مصلحتهم ما كيعجبنيش نخرج معاهم كيفاش زدتي في الوزن اخرا بزاف منكم لاحظوا بلي انا زدت في الوزن وانا صراحه عاجبني الحال فرحانه حيت انا في 1.70 وما خاصنيش ما كيعجبنيش تكون ضعيفه بزاف صراحه انا شكرا لزمن راه صريحه معكم لاقصى درجه كانت فيا 59 كيلو دابا ولات فيا 67 كيلو والفضل اللي كيرجع لحسه الاميره انا كناخذ اللحسه ديال الاميره واتخازون هاد لي دو برودوي هما اللي كناخذ لي زامي هما اللي عاونوني صراحه حتى بديت كناكل مزيان وبديت كتحل لي الشهيه حيت انا واخا هكاك انا نقول لكم على زامي انا مش كنكون في الدار راه ما كناكلش شنو الحاجه اللي كتوكلني انا واحد الانسان فيه العناد كنبغي نتعاند نقول لكم دابا كنا محطوطين انا وصحابي في بلاصه وهما كياكلوا ولا ما كناكلش دابا انا واخا شبعت كيعجبني نبقى نتعاند معاهم نبقى ناكل ونسالي انا الاخرى ولكن الا كنت بوحدي راه ما غاديش ناكل هكا كيعجبني شي واحد يحمسني على الماكله فاش كنكون بوحدي ما كناكلش هذا زعمي والصراحه لحسه ديال الاميره هي اللي عاوناتني واتخازون حتى هو عاوني الكومبليمون اليمونتير الكومبليمون اليمونتير راه كيزيد في المناطق الانثويه وكيحل لكم الشهيه حتى هو فلازم الا كنتو نتوما انتريسي بداك البرودوي غادي نخلي لكم لاباج ديال لي نوفا بيو هنايا كونتاكتيوها راه السيرفيس ديالها زوين ولي برودوي ديالها راه افيكاس غير داوموهم ردوا عليا انا هما اللي عاونوني صراحه باش زدت في الوزن وما كيخطاونيش كل نهار كيخاصني ناخذهم دوزو السؤال اللي موراه شنو الحاجه اللي حفزاتك باش تولي يوتيوبرز الحاجه اللي حفزتنا لزامي هو نتوما بقيتو كتشجعوني بقيتو كتقولي سير ما ديريش عين ديالك انتيا وديري انا واحد الايام كنت غنحبس يوتيوب باش نكون صريحه معاكم كنت غنحبس يوتيوب
صافي حيت الناس اللي كيجيو يوتيوب ساهل، يوتيوب ماشي ساهل، يوتيوب مسؤوليه. وشي مرات كنحس براسي نقدش قاد على هاد المسؤوليه، كنفكر شحال من مره نحبسو، ولكن فاش كنبقى نقرا لي ميساج ديالكم كيفاش كتشجعوني وكتحمسوني كنوض وكنبدا من الاول وصافي. هادشي اللي كيحفزني لي صافي. ندوزو السؤال اللي مورا، كيفاش وليتي تايقه في راسك وكتعجبني شخصيتك بزاف؟ كيفاش وليت تايقه في راسي؟ انا واحد انسانه متصالحه مع راسي بزاف، كيعجبني راسي، كيعجبوني عيوبي، متصالحه مع راسي. اكثر حاجه كتخليني متصالحه مع راسي هي انني ما كنأديش الناس، عمرني ما اديت شي واحد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هي انني ما كنعاملش الناس بالخيب، كنعامل كيقول لك عامل باخلاقك وليس باخلاقهم، اخلاقهم عامل باخلاقك وليس باخلاقهم، كنعامل باخلاقي ونعرف اخلاقي باللي زوينين، ثق في النفس وصافي. هاد الحوايج كيخليك تبقاي ثقه في راسك وعارفه باللي قلبك ابيض وقلبك زوين وما ما فيكش الخضر، هاد الشيء كيخليك ثقه في راسك. اما من ناحيه الزين والجمال، انا تشوفوني بشعكة ما تيهمنيش شي واحد، كيهمني راسي. فاش كنبغي نتبوكس راه كنتبوكس، فاش كنبغي ما فياش راه ما فياش، انا عارفه راسي كيدير الانسان كيكون لو فون ديالو زوين راه ما كيهموش وجهه، القلب كيغلب على الوجه اقسم بالله. صافي راه ما كاين حاجه، ماشي انت عندك غير مرايه وحده في الدار باغ اكزومبل، انا عندي غير هذه المرايه ما كنشوفش راسي فيها بزاف. في الزنقه ما كايناش مرايه، في الزنقه عارفه قلبي كيدير وعارفه اخلاقي كيدايرين، فهمتي؟ هادشي كيغلب على زعما الجمال ديال الوجه وداكشي، هادشي كيخليني نثق في راسي وكيخلي عندي شخصيه قويه صافي الحمد لله. ندوزو السؤال الاخر، شنو البرج ديالك؟ البرج ديالي لازم الميزان، والميزان كي من صفات الميزان هو انه كيبغي العدل. واحد البرج اللي كيتعصف كيتعصف نقولها كنتعصفو نهفت لي بالي كيتوصف، المهم هذيك عرفت شو بالعدل. ومهم هكا الا قريتو عليه غتلقاو، واخا انا ما كنامنش بهذا الشيء ديال الابراج بزاف. ندوزو السؤال الاخر، فاش خدامه وشحال السالير ديالك؟ فاش خدامه على زمان قلت لكم يوتيوب كندير الاشهارات، شي مره ما كنديرش اشهارات بزاف، شي مره كتشوفوا كل شيء حيت ما كنبغيش نبارطاجي معكم اي حاجه، شي حاجه ماشي افيكاس راه ما غاديش نبارطاجيها معكم، شي تخربيقه لا علاقه راه ما غاديش نبارطاجيها معكم. وصافي هادشي اش كنتخلصوا. بالنسبه للسالير انا ما عنديش سالير فيكس، كل مره كيقدر يطلع كيقدر يهبط، هادشي اللي كاين لي زامي. ندوزو سؤال اخر، كيفاش كتقدري تحافظي على الطاقه الايجابيه واخا يوقعوا لك مشاكل في حياتك؟ كيفاش كنقدر نحافظ على الطاقه الايجابيه؟ راه هاد المخده نتكع عليها كيفاش كنقدر نحافظ على الطاقه الايجابيه؟ انا نقول لكم على زعمي، حنا في هاد الحياه كلنا عندنا مشاكل، كل واحد عنده مشاكله، كل واحد مشاكله كبر من المشاكل ديال الاخر. انا واحد البنت واحد الايام قلت لنا واحد لابغيو صعيب فريمون، صعيبه 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 صعيب. ما نقدرش نعاود لكم شي حاجه بالنسبه لي بيرسونيل، فهمتي؟ شي حاجه كنقدر بقيلا بيني وبين الله، فهمتوا؟ انا واحد البنت ما كان صافي، وصلت لواحد المرحله في حياتي، انا نقول لكم المرحله اللي وصلت لها في حياتي، وصلت لواحد المرحله ديال انني بغيت غير نعيش في سلام، ما بقيتش باغا حتى شي واحد شي حاجه، ما بقيتش باغا المشاكل، ما بقيتش باغا الصداع، وليت كنسمع الصداع كندير ليزيكوتور في ودنيا، كنت كنسمع الصداع كتشدني واحد النفس في قلبي وكنبغي نضارب ونغوت، دابا يقدر يعيرني شي واحد نشوف فيه ونزيد، نقدر نكون ضاربه انا ونقدر نقول اسمح لي وزيد، فهمتوا؟ وصلت هاد المرحله في حياتي، ما بقيتش باغي يدخل شي واحد في حياتي، اللي بغى يبقى معايا يبقى معايا، اللي ما بغاش يبقى معايا الله يسهل عليه. ما بقيتش كنتقلق من حتى شي واحد، ما بقيتش كنتعصب من حتى شي حاجه، صافي وصلت لهاد المرحله وبليت عايشه في واحد الهدوء وكنقول الحمد لله. ولكن قبل هاد المرحله لازاني دوزت فريمون واحد لا بيريود صعيبه 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 صعيبه، وكنت قريبه ندخل في واحد ديبرسيون. وكيفاش بقات عندي الطاقه الايجابيه؟ هي انني كنت كندير الحوايج اللي كيعجبوني، من بين الحوايج اللي كيعجبوني كنت كنصور لكم بزاف. واحد الايام تكونوا لاحظتوا بلي بقيت كنلوح لكم فيديوهات بزاف، كنت كنبقى نصور 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 نصور، صافي وليت كنكره وقت الفراغ، ما كنتش كنحمل يكون عندي وقت الفراغ. وفي هذوك الايام هي فاش بقيت كنخرج مع راسي بزاف، بقيت كنخرج بوحدي بزاف، وبحال تصالحت مع راسي كثر في ديك الايام وصافي. وهذا الشيء كيخليك كلك طاقه ايجابيه، من بعد الانسان اي حاجه كتنسى اي حاجه كنفوتوها الانسان خاصو غير يقوي راسو براسو. وداك الشيء اللي درت انا، كنت كل مره كنطيح في شي مشكل ما كنجلسش نبكي على المشكل. عمركم فاش تطيحوا في شي مشكل تجلسوا تبكيو على المشكل ولا تبقاو وسط داك المشكل؟ تليفون ماما كيصوني. الو السلام عليكم. نعم ماما في الطواليط.
أمينة بطاطس هي ولد عند ليفرير. إيه لا ما جمعتهمش ليك والله ما جمعتهم ليك وحقنا ما نكذب عليك راه اختي سير في حالتك ولا غنبلوكيك انا كنصور بالتليفون ماما دابا ما نقدرش نعيط نعطيك لا ايه ما نقدرش سمحي لي كاش قطع لي الفيديو ديالي شنو قلتي كنسمعكش مزيان ما كنضحكش معاه طلبيني دوزي ما بغيتش على سلمى طلبيني وندوز لك ماما عندك ما يتزاوى دوزي لي ماما تخبطي قولي لي الله يرحم بالوالدين والله والله دوزت لك سلمى اختي كنصور من كنت قطعت عيطي عند امينه سير عيطي عند امينه راه كاينه صافي بغيت بغا غنضحك غا كنضحك قلت الناس ديال الناس اللي فيهم الطاقه السلبيه مابقاش عندي معاهم ومبقيتش كنشكي مشاكل على شي واحد كيوقع ليا شي مشكل كنتازم نفسيا كنجلس حدا شي راجل كنبقى نشكي الله سبحانه وتعالى وكنزل عليا واحد الهدوء من عند الله اقسم بالله شوفوا هذا الشيء راه بصح كنزل عليا واحد الهدوء وكنوض كنبكي شويه وكنمسح وجهي وهذه هي الدنيا ووقع لكم شي مشكل ما تبقاوش تبكيو عليه الا وقع لكم شي مشكل فكروا في الحل وصافي هادشي اللي كيخلي ديما محافظة على الطاقة الإيجابية وديما واخد الأمور ببساطة وما تنتعصبش مع الأمور وأي حاجة وقعت كنقول فيها خير حاجة زوينة ولا خايبة فيها خير وهذه هي الدنيا يا زعمي ندوزو لسؤال آخر زعمي هاد السؤال هو السؤال الأخر وهادو هما الأسئلة اللي اختاريت حيت هما اللي عجبوني دابا نقول لكم السؤال الأخر شنو هو لاج اللي بالنسبة ليك مناسب للزواج انا لازمني بالنسبه لي الزواج ما عندوش واحد العمر زعما مناسب راه كلشي بالمكتب انا دابا انا نقدر نتزوج السيمانه الجايه عشان نضحك معاكم قلت لكم زعما الزواج ما فيهش ما كاينش زعما واحد العمر محدد للزواج فاش كتكتب لك شي حاجه في واحد الوقت فاش كتلاقى مع على بون بيرسون وكتكتب لك شي حاجه راك تكوني ما حاسه ما ضعنا وراه كلشي كيجي على غفله اصلا هادشي اللي كنا زعما انا بالنسبه ليا الزواج ما عندوش زعما عمر محدد باش تزوجي فيه واش كتلقاي لا بون بيرسون واخا تكون عندك 20 عام راه كتوكلي معاه على الله هادشي اللي كاين وانا غادي نسال لكم لا فيديو ديالي جيسبر نكون قربتكم مني واحد شويه وتكونوا تعرفتوا عليا شويه اكثر وصافي دي زامي باي باي عليكم تهلاو فراسكم